اضافه كويسه جدا سافيو لسه ما بانش خد بالك، انما عنده كره عاليه وعنده مهاره عاليه سرعه مفتاح لعب كويس وبلاي ميكر، زائد انه بيشتغل سنتر فيرو الثاني في ال 18. ممكن ما تشوفش قفشه في الفتره الجايه بسبب وجود سافيو كابتن؟ ممكن تشوفه قطعه غيار. انا سامع ان هو كمان مش مقتنع بيه قوي يعني. بس هو لحد دلوقتي على قفشه، على قفشه بس هو لحد دلوقتي بشوفه قطعه يعني. هو نزله مطرح سافيو الماتش اللي فات قدام منستيري. دي ماتشات بكره توقيتات مع حضرتك الساعه 5 امبي وبيراميدز الساعه 5. انا مش عارف طبعا يعني فرقتين كبار بيلعبوا مع فرقتين كبار، ولكن في نفس الوقت حاجه طبعا ممكن يكون في امور ممكن بالنسبه للجنه السعوديه والزمالك يكون الساعه 7 ممكن للاذاعه. فعايز اقول ان سافيو بيعمل شكل كويس، بيشتغل سنتر فورورد الثاني، قفشه ما بيعملش سنتر فورورد الثاني خد بالك يعني. تشوف في الماتش الاولاني كم كره دخل الصندوق لعبها بدماغه في الجون والجون يطلعها في الماتش اللي كان في تونس، وبالتالي هو بيزود له الناحيه الهجوميه جوه الصندوق. قفشه بيشتغل من تحت بشكل كويس وبيقدر يعمل الثرو باص يوصل للجون بشكل كويس. ده ميزه وده ميزه، فهو ممكن بيستخدم قفشه كقطعه غيار. فالاهلي السنه دي جاي بقوه، الزمالك جاي من قوه وبيحاول يستمر على نفسه. طيب هروح يا كابتن، هل شايف في التشكيله اللي احنا قلناها والكابتن قالها بالنسبه لنادي الاهلي ممكن يحصل تغييرات؟ يعني عمرو السوليه هل ممكن نشوفه يشتغل؟ عمرو السوليه برضو ده اساسي المفروض على فكره. يعني انا من ضمن اللعيبه اللي يعني كان المفروض ان هو برضو السنه اللي فاتت لولا ان الاهلي ما خدش البطوله كان هيبقى من افضل لعيبه النادي الاهلي على فكره، وافضل لعيبه مصر كمان. لكن انا شايفه برضو ان هو كان حاسين ان هو كان السنه اللي فاتت عمل مجهود جبار، ف يعني ما خدش راحه كفايه، فعلى اساس كده ان هو ممكن يكون بيريحه. لكن لازم يبقى موجود على فكره هو وديانج، لان هو يعني صانع العاب كمان، يعني اكتر من ديانج كمان يعني. ممكن يبقى هو تحت الفراوده وممكن يعمل خطوره على فريق الاسماعيلي. هو النادي الاهلي عنده ميزه في المنطقه دي الصراحه، سواء بقى ديانج، حمدي فتحي، بس سوليه كمان اكرم توفيق. سوليه لما يبقى فايق في حاجه مهمه كابتن جمال، مفيد جدا يعني. في حاجه مهمه بس عشان ما ننساش، حمدي فتحي بقاله كم ماتش من لما كان بيلعب مع المنتخب هو بيشتغل في نص الملعب بشكل كويس جدا، زائد انه بيعمل حاجه مهمه جدا وخصوصا في النادي الاهلي، انه بيشتغل بيعمل التغطيه في ظهر الباك الليفت معلول بشكل كويس جدا. لما معلول اللي انا كنت بتكلمها دلوقتي على حسين، احنا اللي كانت مشكله في الماتش المصري هو بيعمل دي، فمعلول ما بيشتغلش باك ليفت، معلول بيشتغل هاف ليفت، وينج ليفت هاف ليفت، ومأمن الراجل بيه حمدي فتحي كابتن. ماشي هو ده معلول عنده مباريات برضه، بس مديله حريه. انا بتكلم في النقطه ايه، انه وارد جدا معلول وصل لحد القايم ما لحقش يرجع يغطي تحت، فبيعملها مين؟ عنده اللي يقدر يعمل. لا انا بقول وارد في مره من المرات ما يرجعش، لازم تكون انت مجهز اللي يرجع. فحمدي فتحي بيعملها. في حاجه تانية، حمدي فتحي بيعملها بشكل كويس، بيخش الصندوق بيشتغل بدماغه بشكل كويس جدا. فانت عندك في الكور الثابته حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بيجيب كل واحد بيجيبوا جوه. طب انت كده المكان اللي باقي في، لو انت هتشتغل بحمدي فتحي، لو دي وجهه نظر الراجل، هيبقى باقي مكان في نص ملعب، هل هيكون ديانج ولا سوليه؟ هو ديانج، لا هو مقتنع جدا بديانج ومحمد. لا ديانج هو مقتنع بديانج ومحمد فتحي جدا يعني. بدليل ان ده الماتش الثاني على التوالي بيبدا بنفس الاثنين دول. ممكن انا احنا ده تشكيل متوقع يا كابتن.